فعلا لا 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 كده مشي ديالي مرة لي يا الله يخد فيهم الحق لا أطلع تراجع هذا كده بقى مباشر هذا كده لك بصح قبيلة قالت لك غرقتي قبيلة غيتها قالت لك في اللايف ديالها قالت بلي غرقتي بصح هذه الهضرة وراه بدك شي ما كاين منه والو وحق الله قالت لك غرقتي وهي العتقات كيفاش غرقتي زعما بقيتي كتسكروا وتقيتي وغرقتي وسط التقيه ديالك وهي هزاتك يعني من التقيه ديالك غرقتي وسط التقيه والله خوت فيها الحق داكشي هذاك ما كاين منه والو هذيك الدابه دابا الله يجري كل الناس هي كتقول قول لها شي كلمه من هذا الميني بار هي كتسمع هي غير معنا ما تسبوش لي شحال ولا ما عندي ما نقولها بالعكس راه ديك السيده هذيك الدابه مرافقه كل اللي بغات ماشي كدافع على داك المدلول حتى انا ندافع على صاحبتي علاش اختي انا معيط ليها ودافع على كرها من هنا بالصوت والصوره قايت لي صاحبتي انا ما نرضاش شي واحد يهضر فيها صاحبتك صرفتش من صاحبتك المنافقه الشارفه ايوا لا صاحبتي عمرك شتيني عيطت ولا عيرتني واحد انت واحد بيناتكم اسرار بغيت تجبد لك الماضي اسكتي اش من الماضي من كنت خافي منا كنتزوج عادي باقي نخشي الفداره لا 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 دخلي وخاصني صيفط لك الفيديوهات ديالي دخلي انا راه ما تخشش بالماضي ديالي غيظه لك الكلمه معليش دايره البونش دايره البونش يا سفيان ما عندهاش جي بي اس حشومة عليكم دابا لانجري غادي يبقى يسمع كلام ماشي زوين حشومة عليكم علاش راه داخل مدرستي الحلوة عادي خصك تقدر لا قريت في الاخاوي مني هو ناقص 18 يخرج ناقص 18 في التوب هاك حاضر يعطيه عاشت ابتسام المومني عاشت اسكوت المنافقه غير كذابه اغيت المنتوفه اسكوت طواليت قطر دينا اسكوت المنتوفه فتحتنا مره كيت كنت هي لوبيا ومني سكرتي يسكر قال لي انا لوبيا سقوقه وما كرهتش الملولي كوي اسكوت كذابه المنافقه الله يمسخك هاد الهضور هادو اللي فيهم لك انا راه فابا ما تهزهمش الله يعطيك المسخ عطاتك يعطيك المسخ انت اغيتها قالت لك الله يعطيك المسخ انت خليها الصدارة هذه جاوبها جاوبها صاري يكون جاوبها لا انا ما جبدتني صاري يكون لا لاتك صاري يكون لا لاتك انا خليني بعيدة بينك وبينك صاري يكون لا لاتك اطوالي تقاطع علاش كتجبني انا رات صالحنا رات صالحنا اوه فعش تصالحتو ماشي تصالحنا يعني رمضان هذا كل واحد شتاقة يا الموسى يا الخير كملي لك الكلمة غيطة شوفي قالت لك مسحت لك التقية ديالك سكرتي وتقيتي وهي جمعت لك التقية ديالك واش بصح هاد الهضرة ولا كذوب حبي والله ما كاين هادشي حبي لانجري قالوا لك عندك المعيور ديال التحضيري بصح ايوا خلي بغيت شي حاجه يقول هضري بالزاد لا حشومه شوفوا الناس تواجه معاها لانجري خبركم اللانجري كيفاش جاني تيشبه لهذوك الدري اللي كيديروا في كاريكاتور زعما كيجيو الحناش بالشباكيه ولكن اجي نقول لك هاد الهضره اللي قالت لك تقيتي وسميتو هي اللي قالت لك ديك التقيه ونوداتك وشرباتك الماء الا دارت معك زعما هادشي ما خاصكش تطيل ما كاينش خير هالانجري وخاص تكون عيراتك ما تنساش خيرها الا دارت معك هادشي ما كاين من داكشي هذاك والو شوشو كدار من نيتك راه كضربت انت لانجري ما كتشربش ما تيشربش لا اذا كتشوف حاجه نقولها انا قدام دابا انت من فوق بالبيره ولا بالماكله اكيد بالماكله منفوخ بالماكله وكلاص وما كنصريد ما والو هادشي هذا باش منفوخ صوفيا تقول لك باش منفوخ باش منفوخ صوفيا صوتك ما كاينش صوفيا مشى لك الصوت حيد يدك على الميكرو صوفيا حيد يدك على الميكرو تموت على الميكروات صوفيا حيدك على الميكرو باش منفوخ صوفيا باش منفوخ بالبومبا توب لا لا ماشي توب بالبومبا كيفاش كتقولي البومبا وهذاك اللي تلبخو بها حولي في العيد اللي كيشدي ليا هكذا البومبا هذيك اللي كيشدو هكذا وكيخشو هذاك الراس في الثقبه وكيبقاو ينفخوا فيها
حشوم حشوم الناس كيتفارجوا اللي كان البومبا ديال الروايد مالك هذه صار رمضان لا تهضر لينا على اعمالك الطائله بغيت نقول على اعمالك الأعمال ديالي إن شاء الله أنني أبدل كونسيبت ما بقيت مناجر أنا أدي البرنامج ديالي إن شاء الله اللي يكون عبارة عن برنامج ثقافي وغتجيب صوفيا هذا البرنامج أنا هي اللي أنا في الافتتاح داكم والله إلا مرحبا بكم كاملين أخي كنت أنا في الثقافة الجزائرية أجي نقول لك تاهي فيها الفلوس ولا ما فيهاش أنا كنعرف اللايف مع صوفيا وفاري كولو راجل تحضرين تالي اللايف ونحضر لك صافي عشرين واحد خمسة دقائق هذيك المنافقة ديال الشوشو أنا كنهضر مع لانجري غادي كنهضر مع دا وختيني ما خليتيني نهضر تفو حبي انا طالعه لايف مع ساري كولوسوفيا نسالي اللايف ونهضر معك عطيني خمسة دقائق شكون هادي زلالي راجلي زلالي راجلي كلش عندكم زلاله الا انا ورشيد ما عندناش راه انا مجوج وعندي اسمع لي راه خاطب انا خاطب حتى انت يعاود اشكون خاطب شكون هذا اللي خطبتي شكون هذا اللي خطب شكون هذه اللي خطبتي لا خطب دينا راه خاطب انا لا دينا ما بنتوش عليه واش خطبتي اميمه قالوا لي كاين جوات بوكيسا لا لا اميمه وين غادي ندير الشكاك تصايب الضيف شكون ايما ديال الشكاك كتصون عليا انت على عكوزتو كتعيط اسكت وجمع راسك صوفيا نعبط والله حسيت بانه هو خاطر الشكح هانسي علي الزوق هانسي رشيد سبحان الله انا اليوم لابس البور شكون اللي كان صدار فيكم رشيد حشومة طلعته وبقيتي خليتي هكذا كيشوف لا رشيد ضريف وعنده لا مرسلع وعنده الفلوس عنده الفلوس رشيد أجل عندي إسبانيا ندير لك الجنسية نديرو الزواج الاتفاقي ندير لك الجنسية دابا أنا موافقة معك دابا أنا إلا درتي هادشي لا ندير لك جنسية ب 30 مليون نديرها لك نديرو الزواج خلاص فاش جاتو فاش جاتو رشيد عنده الفلوس حيت صديقي شي طلوبي الأميمة راه فتقاتو في لوطيل فتقاتو في الطياره فتقاتو في المصروف راه خصو عليك 30 مليون راه يفوت فيها ما تولدي وعيش لك طير لها 2 مليون طير لها 2 مليون ما تولدي وعيش لك انا بغيت هاد الشهاده راه يخرج فيها في هاد النهار هذا على هاد الشهاده اللي عندك كامل اش غير هذيك الحقيقه اش ما قالتي الحقيقه هذيك راه اكبر كتجي من اللي غايدير لها الاشهار صوفيا صراحه لا صوفيا انا نهضر معك ابريل ميسالي والله خصني نهضر معك ابريل صوفيا نهضروا في الواقع صوفيا انا عارفك انت حقيقه يعني يوم معقوله انت تبغي ديالها تبردوا فيه لا بغيت هو يبردوا فيها والله الشيء اللي انا سمعت لاش زعما الصراحه شوف نقول لكم واحد الحاجه الشيء انا الصراحه مع البنات داكشي اللي تيديروا لكم راه قليله في حقكم خصهم يزيدوا لكم لان حتى انتم لا نقول لك مثال شوف شوف انا غير نهضر معاك نهار كنت انت في طنجه واحد السيد ما جابش واحد البنت وضربها وتكرفس عليها جاوب غير بقى ولا لا كاينه وعلاش ديك البنت مسكينه ما قدرتش تهضر علاش انا عارف وعندي التصاور سيفطوا لي تصاورها وهي سيفطت لي تصاورها مضروبه وتكرفس عليها ما قدرتش تهضر عرفتي علاش لان هي انت وانت عند الخوف من الاهل عند الخوف من الفضيحه عند الخوف من كل شيء يعني انا ملي كنشوف الانثى تدير شي حاجه في الراجل تنفرح لانه كتبرد ليا الغدايد ديال دوك الانثوات ولا الانثيات اللي ما ديال الاناث 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 الانثوات ولكن خصك تجمع كل شيء انت دابا حبي غلطتي في هذه الحاجه لان كاين الدراري ولاد الناس برافو صاري كاين الدراري كاين الدراري ولاد الناس اللي ما يستاهلوش الحاجه صح الراجل كيما كان اختي ماشي هو المراه ولكن ولكن قولي لي الصراحه قولي لي الصراحه انت تبغي حبي مثلا واحد الراجل مزيان معك يتعامل معك مزيان وديري معاه انت القبيح ما غتحسيش تاني بالضمير باش تبردي الغدير ديال الاخرين انا عمري ما شفت شي بنت قلبها مسموم عمري ما شفت شي بنت حقوده كاين البنت كتبغي الراجل
علاش ما كتدخليش البنات لدارك حيت عارفهم حقادات ومسمومات؟ انا ما كندخلش بنات لداري. ويلي اكثر وحدي كندخلهم لداري هما البنات. ما تعيشوش معاك، ما تعيشوش معاك. سمحي لي وشوشو شاهدة، دخلت الرجال عندي للدار، نعستهم عندي، ناضوا بغاو. كيف كيف كلشي كيف انا ما تغرازل جو كاين صار ابو جد يكفي يكفي اويلي مثلا لما شفت الحاشة باش نشوه السمعة ديال اختي سارة ابو جاد كنحترمها ولكن كنهضر بصفة عامة. انتم عارفين السبب الرئيسي باش طلقات التونسية وداك قبيبو ولا ما عارفينش؟ ايوا سيرو قلبوا في مزيان وغتعرفوا سبب الطلاق. ولكن اكيد غادي يجيو من ولد بلادكم، ولكن راه ماشي من ولد بلادكم. لا خصنا نجيو من الحق، ماشي من ولد بلادكم. انا الحق الا جينا مع الحق نقول لك انا بلاتي غنشعلوا شويه العافيه. الا جينا مع الحق سمعي بحكم انك انت عز عليك البنات ومخاصمه انت مع واحد الانسانه ومدير اعمال هاكين هنا معنا في اللايف وهي جالسه كتفرج كتكتب لي كومونتير. علاش هي هادي مع المخاصمه؟ علاش ما تصالحيش مع ابتسام؟ انا ما خصناش معاها. انا ابتسام تعايرت معاها، تعايرت معايا عادي بحال اللي تعايرت معاها وتعايرت مع وداد كريستيان. انا بغيت ندخل بيناتكم غير بخيط، بغيت نقول بخيط ابيض. علاش اش قلت ليها؟ اش خصمت معاها؟ اش عيطت لها نجري؟ هذه الهضره صح خاصنا نصالحوهم. انا ما بيني وبينها والو. انا واحد النهار تخاصمنا تعايرنا صافي باي 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 مالي صافي. ولكن كنصالحوكم حنا نصالحو من عند الله ما بينو بينها الخير والاحسان. لا صوفيا شوف لانجري صوفيا قلبها. شوفي الا بغات تطلع في اللايف ابتسام صيفط جيست. ولكن خاطر تطلع مدير اعمالها. مدير اعمالها الا بغيتي نطلعوها في اللايف تهبط انت وطلع هي وتهضر انا وهي. اش بان لك مدير اعمالها؟ اش بان لك؟ مرحبا قولها لها. الله يوفيك. يلا خليها تطلع معنا. لا تجلس تهضر معها، كتب ليها عندك غا تليفون واحد ولا جوج. راه كتكتب لي كومونتير. هذا اللي كان رجل اعمال وعندك تليفون. لا عندي اخرين في الخدمه، جوج عندي في الخدمه اخرين. ها هي ما قالت عليك والو ابتسام. يلا طلعي تصالحي مع صوفيا. لا ما بيني وبينها والو. الله يسمح لي، الله يسمح لي. ابتسام المومني طيب. كاينه كتكتب. ما كنشوفش. انا شاهد على الهضره. انت اللي كنتي وصلتي لها الهضره رشيد، قلتي صوفيا. انت اللي جبتي لي اللي قلتي لي هضر فيها. انا الا طلعت ليا رشيد سيده يعني كنا درتي مشاكل. ويلي رشيد بغيت باش هو يتشهر ويطلع الكونت دار هكاك. ملي كتزعق صوفيا هنا بركتي عاود ليها اسيتي تخليت راسك يا بعدي. انا المناظر ديال صوفيا واصغر مناظر تركيا. يلا ابدي راه عندك صفحه ديال ريبيكا سكوت. شنو صفحه اش قال؟ قصفك عطاك عطيك الصفحه ديال ريبيكا. والله ما فهمت شنو قال. ريبيكا شنو عدا؟ قال لك صوتك بحال مونيكا. قال لك صوتك بحال مونيكا. قال لك صوتك بحال ريبيكا. بحال مونيكا قصفك ريبيكا. والحمد لله انا بعدا راه قايله ومسوها وعارفه راسي وشنو. اما انت راه طوط. كيفاش طوط؟ ديروا النقاط تحيدي الالغاز. قولي لينا جان ستار. يلا مومني كاينه رشيد ما تبقاش تسكت على حقك. انا نقول لك اللي قال لك المعطيه 10 راه غير كبو فوق منك في الانستغرام. ولا ديرني الدفاع ديالك وتشوف اش ندير لك فيهم هنايا. ندير فيهم الشبعه، نفرسك فيهم الشبعه. لا ما يمكنش. سنة جاوب واحد قال لك سميتو مهدي منصف. قال لك تزوا من عندهم مناجر. مهدي منصف الزوامل عندهم مناجر. لا عندهم سيور، عندهم فيلات، عندهم عندهم كونت بونكير صحيح. وكنتي قدامي اول قحبه غنقول على امك غنطلقك. خليني نجاوبو. جاوب راه لا بلوكيت وخرجتو من اللايف قبل ما تحرقي. ولكن ضروري نجاوبو اللي كيهضر على الزوامل. انا راني زامل وماشي عندي غير المناجر. عندي المحاسب، عندي السكريتير، عندي المناجر، عندي المديره في شركه جوج محامين. اجي نسولك عندي محامي خاص هنا ومحامي خاص في المغرب.
بلاتي اجي نسولك شنو كيشبه لك المانجر؟ شنو كيشبه لك المانجر ديالك؟ كيشبه لي بزبي. كيشبه لك رجل ملي كتكون خادم. شوف المانجر ديالي شنو كيشبر لي مثلا، الا كنت باغي ندير شي كونطرا بحال مع الكلينيك كيمشي هو يشوف لي معاهم دي كولوبوراسيون معاهم، الاطباء كيشوف لي المواصلات، الفنادق، لي كونطرا افيك لي زوتيل، لي بيي دافيون، المهم هو اللي كيدير لي مع لي زاجون فهمتي. وفي نفس الوقت كيشوف لي شحال من حاجه كتفيدني صراحه في خدمتي. هادشي اللي كيدير لي رضا حبي كنشوفك رضا مرحبا بك. كنبقى انا سوبر دي ماناجيرات. دابا ما بغاش ماشي سوبر ديال ماناجيرات. شتي انت كنت في تركيا؟ والله العظيم شرف ليا نخدم معك، حيت الناس اللي خدموا معك كلهم تيشكروك وشفتو ابتسامو مني كتقول لك تبارك الله من خدمت معك هي طالعه. كان كنضب على الخدمه سم زوينين ضروري بصح ودبر لي حتى على شي خدمه زوينين. طلعوا ابتسام، يلا نطلعوا ابتسام صافي ان شاء الله يلا راس.